السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بيكم معكم ميس هبه النهارده ان شاء الله سنه سته هنكمل مع بعض شرح منهج الانجليش كنكت سكس من كتاب المدرسه الترم الثاني وعشرين تبقى تعديلات الوزاره الحديثه احنا النهارده في يونت 11 اخر واحده معانا في المنهج والنهارده معانا اخر درسين في الوحده ليسنز 4 اند فايف الدرسين الرابع والخامس الدرس الرابع معايا صفحه أربعة وثمانين درس رايتنج عباره عن مهاره كتابه ازاي نكتب ايه يعني سيره ذاتيه سيره ذاتيه ازاي اكتب معلومات عن شخص بتسلسل زمني تمام واكتب الايه الاحداث بتسلسل زمني بيوغرافي 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 اريد فريدة حسن بيوغرافي اقرا السيره الذاتيه لفريدة حسن ان جيف كم عدد الدول او سوري او المدن التي شاركت في أولاد ولاد يوث جيف باك يعني ايه شباب يرد الجميل حدث شباب يرد الجميل عدس. شباب يرد الجميل يوث جيف باك جيف باك يعني ايه يرد الجميل يوث شباب جيف باك فريدة حسن ابيوغرافي early life early life يعني ايه يا اولاد يعني الطفوله فريدة حسن was born in Alexandria in 1994 اتولدت في اسكندريه 1994 as a child كطفله فريدة هيلبر هير مام كانت بتساعد ماما باي هير إلدر نيبرز شوبينج في شراء التسوق للجيران اللي هم ايه ولاد كبار السن يبقى كانت بتساعد مامتها في ان هم يشيروا الطلبات ويتسوقوا لمين يا ولاد للجيران اللي هم ايه كبار السن طيب فولنتيرنج ات سكول التطوع او العمل التطوعي في المدرسة العمل التطوعي في المدرسة Farida started preparatory school, بدات المدرسه الاعداديه in 2006, في 2006. Here, هنا she participated in her first volunteer event. شاركت في اول حدث تطوعي لها. She and a team, هي وفريق of volunteers والمتطوعين the did a beach clean up, قاموا بايه عمل ايه اولاد تنظيف الشاطئ، نظفوا ايه؟ الشاطئ. in 20 10 في 2010 شي اورجنايز نظمت هير فيرست تشاريتي تشاريتي يعني جمعيه خيريه جمعيه خيريه نظمت اول حدث لها جمعيه خيريه ها دليفيرينج لتوصيل فود بوكسز صناديق الطعام تو فاميليز ان ذا كوميونيتي للعائلات اللي فين في المجتمع دليفيرينج توصيل فود بوكسز صناديق الطعام to governments and community يبقى بنقول عام 2010 نظمت فريده اول حدث خالي لها تمام لتوصيل صناديق الطعام للعائلات في المجتمع زي انيفرسيتي ييرز اللي هي سنوات الجامعه سنوات الجامعه ان 2012 في 2012 فريدة went to university to study social studies ذهبت فريدة إلى الجامعة لدراسة إيه يا ولاد العلوم الاجتماعية طب وبعدين here she organized fundraising event to raise money for a new playground بيقول لي قامت بتنظيم حدث لجمع التبر... التبرعات فاند ريزنج يعني ايه ولاد جمع تبرعات فاند ريزنج جمع التبرعات ليه تو عشان تجمع النقود لمين فور نيو بلاي جراوند لبناء ملعب جديد بلاي جراوند ملعب جديد working ان charities العمل في الجمعيات الخيريه ان 2017 في 2017 فريدة صارت هي فيرست جوب بدات اول وظيفه لها اس كوميونتي فولنتير كمتطوعه اه كوميونتي فولنتير ليدر يعني ايه ولاد بلد فريده ايه وظيفتها الاولى كقائده متطوعه مجتمعيه فين ان كايرو قائده متطوعه اجتماعيه سينس زين من ذلك الحين شي هاز هيلبد ميني بيبل ساعدت ناس كتير انت في 2020 شي ليد A youth give back project in six cities in آه uh, دي كان عليها سؤال فوق كام مدينة شركة ست ست مدن in Egypt بيقول لي يا ولاد في عام 2020 قامت أو قادت مشروع الشباب يرد الجميل في ست مدن في مصر It was a successful it was so successful that she won the 2020 Community Worker Award كان ناجح لدرجة إن هي يا ولاد فازت بجائزة ايه العاملة المجتمعية لعام 2020 تودي اليوم شيرانز اتشاريتي فور تشيلدرن واليوم هي ايه تدير مؤسسة خيرية للأطفال تدير مؤسسة خيرية للأطفال ريد ابيجرافي اجين اقرا السيرة الذاتية مرة أخرى اند انسر ذا كويستشنز على الأسئلة هاو ديد فريدة هيلب هير نيبرز وين شي was a تشايلد كان بيساعد الجيران ازاي؟ تعالى اوريك الاجابه لما كانت بتشتري الخضار مع مامتها اهي فريده هيلب هير مام باي هير الدر نيبرز شوبينج ساعدت مامتها في التسوق للجيران كبار السن بدي نمبر 1 طيب وات ووز هير فيرست فولنتير ايفنت ات بريباتوري سكول وهي في المدرسه الاعداديه ايه كان اول عمل تطوعي لها؟ اهو يقولك she and her team هي وفريق من المتطوعين did a pitch clean up كم عمل ايه تنظيف الشاطئ what did she study at the university درست ايه علوم مجتمعيه uh, social science what award did she win الرجال the فازت بيها the community worker award بيقول لك وين رايتنج ابيوجرافي عندك كتابة ايه السيرة الذاتية وين رايتنج ابيوجرافي ات هيلبس تو ميك ا تايم لاين تمام هيساعدك انك تعمل ايه تعمل جدول زمني لتسلسل الاحداث starting فروم ذا ديت من اول بداية ايه تاريخ الميلاد زي ما عملنا كده عند فريده شايفين كل حاجة ايه بالتواريخ اتولدت ايه في اسكندرية تاريخ كذا عملت كذا كذا تمام لازم ايه اعمل ايه الاحداث كلها بالتواريخ add important events وابدأ بقى ايه احداث مهمة and their dates والتواريخ برضو بتاعتها حدث كل حدث مهم والتاريخ بتاعه وحصل امتى to the time للجدول ده this helps you organize ده بيساعدك انك تنظم الانفورميشن بتاعتك المعلومات in the correct order في الترتيب الصحيح ترتيب صحيح 85 read the biography again اقرا السيره الذاتيه مره اخرى complete the timeline التايم لاين اهو تمام ده تايم لاين بتاع فريده اول حاجه احنا قلنا اتولدت كام 1994 بناين الكساندريا طب في 2006 ايه اللي حصل لها قلنا start نكتب هنا كده دخلت مدرسه نقدريه أولاد preparatory school طيب في 2010 احنا قلنا ايه نظمت ايه الحدث بتاع الجمعية الخيرية يبقى Organized First Charity Event في 2012 وانت لوزيا University. سبعتاشر استارتد هير فيرست جوب الفين وعشرين ليد يعني قادت ا يوث جيف باك شباب يرد الجميل ايفنت او بروجكت طب توداي رمز يعني تدير اتشاريتي جمعيه خيريه ها اتشاريتي ايه فور child للاطفال بلان اي بيوغرافي فور فارس شوقي عندنا واحد اسمه فارس شوقي كرييت ا تايم لاين ان يور نوت بوك بيقول لك امسك الكراسه بتاعتك يلا واعمل جدول زمني زي ده شد خط كده بالمسطره وطلع منه تواريخ التواريخ اللي هنا ده لك دلوقتي دي بتاعة الفارس كرييت ا تايم لاين اعمل جدول زمني زي ده في كراسك يوزنج ذا انفورميشن بلو تطلع كده سهم زي ده اتولد امتى 1996 بورن ان كايرو تعمل كده اول رقم ما عندك تكتب هنا كده 1996 وتحتها ايه بورن ان كايرو الزمن الثاني 2008 2008 ستارتد بريبرتوري سكول بري مدرسه اعداديه 2008 فولنتير دين اتشارتي كار ووش بدأ في جمعية خيرية لإيه؟ تنظيف السيارات آه 2014 2014 وين تو يونيفرسيتي ذهب للجامعة 2022 فيرست جوب از اتشاريتي فاند fundraiser جمع تبرعات في مؤسسة أول أول وظيفة لي تريا اليوم رانز يدير charity in Luxor يدير جمعية خيرية في الأقصر للأطفال. عمل جدول زيادة بالظبط وحط عليه التواريخ واكتب عليه الأحداث make notes using the time اكتب بقى جمل زي ما كتبنا جمل على فريده من ايه منين من التايم لاين اللي هتعمله ده and your own imagination واستخدم خيالك use the biography in exercise 1 to help واستخدم السيرة الذاتيه اللي هي بتاعه فريده عشان تساعدك ايه في انك تكتب جمل عن ايه عن فارس use your notes اكتب بقى المدونات بتاعتك from exercise 5 to write your biography write from 60 to 80 words remember to بص بقى وعاوزك ايه تاخد المعلومات دي بتكتب جمل زي ما كتبنا عن فريده بالظبط يبقى كده عندنا بروجكت لسن 5 الدرس الخامس بيقول لك ايه يا ريت الف اقرا المنشور ده how كان you reduce waste ازاي نقلل ايه القمامه او الايه او المهدر waste to be a good citizen ترك لان تكون ايه مواطن جيد

كل يور نيبرز تتصل بيهم بالجيران تو اسك هاو يو كان تقول لهم اساعدكم ازاي طيب ممكن ايه عرض المساعده يو كان اوفر تو دو ذير شوبينج ممكن تعمل ايه تقوم بالتسوق لهم اور دو جوبس فور ذيم ات هوم او تقوم بعمل وظائف لهم في المنزل تمام تساعدهم في اي حاجه داخل المنزل وظائف منزليه طيب ممكن برضه هيلب ذا كوميونتي يساعد المجتمع نفسه فلانتير ات ا لوكال تشاريتي آه ان انا اتطوع في آه مؤسسة او جمعية خيرية اور هيلب او اون اكيمينيتي بروجكت او اساعد في مشروع مجتمعي فولنتيرنج ازنت بورنج لان التطوع ده مش حاجة مملة ولا حاجة اتس انها شيقة يو ويل بي سيربرايزد هاو ماتش يو انجوي ات سوف تندهش على ايه كمية المتعة اللي ايه ستلقاها او تشعر بها بروتكت ذا انفيرمنت ممكن برضه اساعد بان انا أحمل احمي البيئة reduce يعني تقليل waste نقلل القمامة and help the environment ونساعد البيئة don't use plastic bags لا تستخدم حقائب بلاستيكية or plastic bottles أو زجاجات بلاستيكية if you have plastic bottles at home لو أنت عندك زجاجات من البلاستيك في المنزل recycle them يعني يعيد تدوير يعيد تدوير عيد تدويرها Let's all be good citizens. دعنا نكون جميعا مواطنين جيدين and make the world a better place ونجعل العالم ايه نجعله ايه مكان افضل think and plan make a leaflet about how to be good citizen اعمل منشور زي ده ازاي تكون مواطن جيد look at the headings in exercise one and make notes هتبص على العلوين اللي عندك دي وتعمل ملاحظات What would you do for your neighbors تعمل ايه مع جيرانك قال لك بنساعدهم في التسوق نعمل لهم وظائف داخل المنزل طب how could you help people who ask yes, who are sick or find it hard to get out of the house لو في حد ايه مريض او مش قادر يخرج من البيت we can ايه دو shopping for them نعمل لهم ايه التسوق قال لك وات ويز كود يو فولنتير ان يور كوميونيتي تتبرع في ايه في المجتمع قال لك تساعد في لوكال تشاريتي انك ايه او تساعد في ايه انك تحمي ايه بروتكت ذا environment طيب وات كود يو دو تو هيلب ذا environment ان احنا يا ولاد وي ماست ديوس ويس يجب ان نقلل ايه القمامه وتناقش بقى مع زمايلك ايه المعلومات اللي انت عملتها عن كيفيه ان تكون مواطن جيد بعد كده دي مراجعة الوحدة كلها بيقولي complete the sentence with the words in the box دونيت يتبرع look after يعتني بي participate يشارك volunteer يتطوع نوع money to نعمل ايه نعمل ايه بالنقود الجمعية دونيت تبرع بالنقود ال children who not in a group activity usually have lots of fun هو ايه يا ولاد who participate in اللي بيشاركوا في النشاط المجتمعي not a child look after a child يعني تاني بطفل و ايه we volunteer نتطوع To help in the community عشان نساعد في المجتمع service project every year look and label the pictures عايزين نكتب الكلمات ده على الصورة ده اصلا ايه ده؟ كنترولر التحكم ده بوتون زر طب ودول ايه؟ جويستكس لو عصى التحكم Make the adjectives into adverbs. Write the correct words. Dahlia was late so she ran to school very quickly. هنحولها لحال بضافة ال Y. Sara closed the window quiet as everyone was asleep. لأن الجميع كمان أنا يمين. إيه؟ quietly بهدوء. يوسف از او فوتبول رايح في كرة القدم and plays very well بيلعب جيدا طارق سو dropping فريند شاف زميله ايه بيرمي القمامة and shouted anger angrily صرخ في ايه يا ولاد بغضب Circle the correct word هدى isn't very good ولا slow at basketball but she is getting better with practice يعني إيه اتحسنت أكتر بالإيه؟ بالتمرين. Isn't very good ليست جيدة. دونيا learned how to play chess quick ولا well؟ well My friend Sherif plays volleyball very well جميلة جنتلي بلطف ولا جنتل picked up the cat جنتلي نجوة and dilemma played happily بسعادة in the park for an hour <N> بس بكده ولا احنا انتهينا بفضل الله من شرح وحل الدرسين الرابع والخامس أخذ درسين معانا في لونة 11 بتمنى لكم نجاح بينه يا ولادي ما تنساش نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه على صفحه الفيسبوك ميسه برجب عشان نصلكم ان شاء الله كل جديد تابعونا الفتره الجايه بقى معانا مراجعات ان شاء الله شامله هنحل اختبارات عشان امتحان اخر السنه باذن الله كانت معاكم ميسه برجب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته